بناء الفلك طبعا هندسيا يعني شيء ضخم جدا. أعطينا شوية فكرة عن إنه كيف ممكن يصنعوا هذا الفلك. إحنا عندنا انطباع إن الإنسان الأولي ده كان بدائي عايش بس ماشي بعصاية كده، ده فكر خاطئ تماماً، لأنه الإنسان الأول كان مصنوع على صورة الله وشبهه، وكان على أعلى مستوى من الذكاء ومن الحكمة. فالإنسان الأول كان متقدم جداً، كان يقدر يبني الفلك اللي إحنا هنشوفه وهندرسه بالتفصيل.